بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم حصاد الأهلي. النادي الأهلي في هذه الفترة بيبتدي استعداداته لإقامة جمعيته العمومية عشان اللائحة الخاصة ووضع اللائحة ومناقشة اللائحة الخاصة للنادي الأهلي اللي هيحط عليها دستوره اللي هيقاس عليه المرحلة القادمة تماما بالنسبة للنادي الأهلي. النادي الأهلي له بعض الضوابط وضعها داخل هذه اللائحة، فسيادتك كعضو جمعية عمومية يجب أن تكون مشاركا سواء إن كنت مؤيد أو معارض، وده أبرز ما جاء في تصريحات للمستشار رجاء عطية اللي صرح النهاردة وطلع تصريح بإقامة عمومية الأهلي على يومين لا يخالف القانون. أهم ما جاء في هذه أو في هذا التصريح أن أرجو أن يكون واضحا أننا لن نجتمع لانتخاب زيد أو عبيد، وإنما فقط لإقرار لائحتنا الخاصة وتوفير فرصة تطبيق الإرشادية التي تضر بنادينا ضررا بالغا. وأضاف لم يسمح لنا القانون سوى بإقرار اللائحة ككل أو رفضها ككل، وإقرارنا للائحتنا لا يمنعنا مستقبلا من التعديل فيها، وقرار نادينا أن تكون على يومين وهو قرار لا يخالف القانون، ولذلك علينا جميعا أن نذهب يومي 25 و26 في كل لجنة لإقرار لائحتنا. ما جاء في أبرز ما جاء في هذا التصريح هو أن الموضوع مش موضوع انتخابات، الموضوع مش موضوع أنت مع مين أو ضد مين، الموضوع أن أنت بتذهب لإقرار لائحة ناديك، لإقرار لائحة النادي الأهلي، دستور النادي الأهلي في المرحلة القادمة وفي المستقبل. فيجب أن تكون متواجد سواء مؤيد أو معارض، وده اللي قاله سيادة المستشار رجاء عطية، وده اللي بنكرره مرارا وتكرارا. وجودك داخل مقر النادي الأهلي يوم 25 و26 أنت بتشوف اللائحة وتقول رأيك فيها سواء مؤيد أو معارض، مؤيد لك أسبابك، معارض لك أسبابك، بتروح مفيش أي مشاكل، في أي استفسار هتفهمه، في أي توضيح هتفهمه، في أي شكوى هتقولها، في أي حاجة بتريد أنك تناقشها هتكون متوفرة ليك، وتواجدك بيثبت وبيدي انعكاس على مدى استيعابك، بيدي انعكاس على الفوارق ما بين عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي وأي عضو جمعية في الأندية الأخرى. شفنا أندية أخرى ما قدرتش تجيب 700 عضو، وأندية كبيرة ولها اسم وعندها من الكم في الجمعية العمومية كم كبير جدا، ولكن هنا الفارق إن النادي الأهلي مختلف، مختلف بكيانه، بأساليبه، بدستوره القائم من 1908 قبل ما يكون في وزارة رياضة، قبل ما يكون في لجنة أولمبية. النادي الأهلي عنده ضوابط ماشي عليها بقاله 110 سنة، وما شاء الله من نجاح لنجاح وجيل بيسلم جيل، سواء في الناحية الفنية من اللعيبة أو مدربين أو من مجالس الإدارة. فلا يصح إن بعد كل هذه الإنجازات و 110 سنة يتم وضع أو فرض عليك لائحة فيها العديد من النواقص، لم تسترشد جيدا، لم تدرس جيدا، فيها العديد من النواقص باعتراف من فعلها. ولكن عليك كعضو جمعية عمومية إنك بتروح وبتدي دورك وبتقول أنا موجود مش عشان شخص ولكن عشان كيان النادي الأهلي، لأثبت أني موجود عشان أناقش لائحتي، موجود عشان أقول حتى لو أنا معارض أنا معارض ليه، إيه اللي أنا محتاجه يكون موجود في النادي الأهلي ومش موجود في هذا التوقيت، أو أن أنا مبسوط من المسار الصحيح اللي ماشي عليه النادي الأهلي في هذا التوقيت. النادي الأهلي ما شاء الله ماشي في مسار صحيح، سواء دوري سواء كاس من ناحية كرة القدم، دوري أبطال أفريقيا دور الثمانية أو في الألعاب الأخرى. لسه ما اتكلمتش مع حضرتك على الإنشاءات، ما اتكلمتش مع حضرتك على الإنجازات الإنشائية، أنا بتكلم حضرتك إن في الألعاب الجماعية سواء كرة قدم سواء كرة سلة سواء كرة طائرة سواء حتى البينج بونج تنس الطاولة، كل الألعاب الرياضية ما شاء الله النادي الأهلي بيحقق فيها إنجازات كبيرة جدا، والإنجازات ديت حضرتك وانت فرحان بيها لازم تروح تقول انا مبسوط ان النادي الاهلي بيحقق هذه الانجازات. فده ابرز ما جاء في بيان السيد المستشار رجاء عطيه اللي اوضح فيه
مدى قانونيه عقد الجمعيه العموميه على يومين في يومي 25 و26. نرجع لكرة القدم ونرجع لكابتن حسام البدري اللي بيحط خطه اعداد النادي الاهلي استعدادا للدوري. هشرح لحضراتكم ازاي نادي من الانديه الكبيره بيحط فتره اعداده، ولكن الاول اقرا لحضراتكم الخبر. كابتن حسام البدري وضع خطه برنامج فاروقه الجديده في فتره الاعداد استعدادا لبدايه الدوري الممتاز ومواجهه الترجي التونسي في البطوله الافريقيه في دور الثمانيه. وحدد كابتن حسام البدري البرنامج قبل سفره للخارج للاطمئنان على اسرته، مضيفا انه وضع الاستراتيجيه التي سيسير عليها مخطط الاحمال التونسي انيس الشعلالي لتطبيقها وفقا لرؤيته في الارتقاء بالمعدلات اللياقه البدنيه للاعبين. يبدا البرنامج التدريبي لفريق الكره بالنادي الاهلي يوم 23 اغسطس بدون اللاعبين الدوليين، ويتابع المدير الفني خطه اداء فريقه وفقا لتصوره حين عودته للقاهره وقياده التدريبات يوم 25 من الشهر الجاري. واكد المدير الفني النادي الاهلي انه بيدرس خوض مباراتين او ثلاث مباريات حسب رؤيته والمعدل البدني اللي يرغب الوصول اليه خلال فتره الاعداد. اهم حاجه في بدايه فتره الاعداد ان الكابتن انيس الشعلالي اللي صراحه واحد من اهم الجنود، مش هقول مجهولين لان هو الناس كلها ابتدت تسمع عنه وخاصه في قناه النادي الاهلي ان احنا دائمين الاشاده بدوره. خطه الاحمال في كره القدم الحديثه من اهم عوامل لاي مدير فني في نجاح او فشل. مدير فني هو من يدير منظومه من المدربين داخل الجهاز، كل له شق. الشق البدني من اهم العوامل في كره القدم، ولو حضرتك كده بتتكلم على اهم اربع عوامل في التدريب الشق البدني بيجي رقم ثلاثه. رقم واحد التكنيك وهو ان انت ازاي بتأدي الحركه، رقم اثنين التكتيك وهو كيفيه اداره المباراه من ناحيه تكتيكيه، رقم ثلاثه الجانب البدني اللي هيدي لحضرتك الحاجتين الاساسيتين اللي انا قلتهم، انك تأدي الاداء الحركي ازاي وانك تقف في الملعب بأني طريقه، ورقم اربعه وهو العامل النفسي. كابتن انيس الشعلالي هذا الموسم موسم لم يراه في دراساته ولم يرى في تاريخه ومشواره التدريبي ان موسم بيظل 335 يوم، ده بس لغايه السيمي فاينل بتاع كاس مصر. فهيعمل قياسات، القياسات دي هتديله ارقام، الارقام لا تكذب في الرياضه. الارقام دي هتديله المؤشر ازاي انا فين في هذه المرحله. ومن وضعيه انا فين ببتدي احط البرنامج التدريبي اللي انا همشي عليه في خلال الفترة المقبلة. أنا عندي ماتشي يوم 18 سبتمبر إن شاء الله. ماتشي يوم 18 سبتمبر وأنا دلوقتي خلاص بصدد إني في خلال خمس ست أيام، في خلال أسبوع هكون داخل على بداية الشهر. فأنا قدامي مارجن أو مدة ثلاث أسابيع هبتدي بناء عليها أمشي الأمور إني أوازن المستوى البدني بالنسبه للعيبه اللي ما شاركتش بشكل كتير، وخاصه ان في بعض اللعيبه شاركت في البطوله العربيه وابرزها الصفقات الجديده اسلام محارب وليد ازار وهشام محمد ما كانوش بيشاركوا في بطوله كاس مصر سواء في السيمي فاينل او في الفاينل. فهؤلاء اللاعبين اضافه الى اللعيبه اللي كانت بتشارك في البطوله العربيه ولم تشارك في بطوله كاس مصر زي باسم علي زي حسين السيد او وخلافه اكرم توفيق، ايضا سعد سمير اللي بيجهز من الاصابه، كل دول لازم اوازن المعدل البدني بتاعهم بنفس معدل البدني اللعيبه اللي شاركت في السيمي فاينل وفاينل كاس مصر في اخر البطولات اللي كان بيشارك فيها النادي الاهلي. ده الخطه والاطار العام اللي هيمشي عليه كابتن انيس الشعلالي. كابتن حسام البدري لما يرجع من اجازته هيبتدي يخش في الناحيه التكتيكيه، هيبتدي يشوف. انا دلوقتي عندي كمان احمد الشيخ نسيت اقوله لحضراتكم، من الناس اللي عادت مره اخرى للنادي الاهلي بعد فتره اعارته الى مصر المقصه، الاعارات عادت مره ثانيه للنادي الاهلي. فالكابتن حسام البدري يبتدي يشوف القماشه اللي موجوده معاه، هيدرس فريق الترجي بشكل كبير جدا، وبناء على الدراسه هيبتدي يحط النساق اللي والخطه الاستراتيجيه اللي هيمشي بيها في الفتره القادمه قبل لقاء الترجي التونسي ان شاء الله في دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا. ده شرح كده
إيجازي، وإن شاء الله هنستفيد فيه بشكل أكبر في خلال حلقاتنا في استاد الأهلي. الخبر الآخر هو خبر يعتبر تاريخي، يعتبر تاريخي. النادي الأهلي دائما سباق في هذه الأمور، وزي ما بنقول لحضراتكم إن عايز تقيس ترمومتر الكرة المصرية بص على النادي الأهلي، عايز تقيس ترمومتر الإدارة الناجحة للكرة المصرية بص برضه على النادي الأهلي. ده على مدار التاريخ 110 سنة، احنا ما بنتكلمش عن فترة حالية، احنا بنتكلم على مدار التاريخ. النادي الأهلي بيصدر بطاقة حضور للمباريات لثلاث سنوات، لمده ثلاث سنوات. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، ده موضوع اسمه زي سيزون تيكت، اللي حضرتك في انجلترا، في المانيا، في ايطاليا، في اسبانيا، بتروح بتتعاقد، وخاصه في انجلترا، بتروح وانت مشجع لاي فريق، مانشستر يونايتد، تشيلسي، توتنهام، وتفر، الفريق اللي انت حضرتك بتشجعه، بتروح تتعاقد على السيزون تيكت وبتشتري هذه البطاقه. هذه البطاقه بتتيح ليك انك تروح مباريات فريقك على مدار موسم كامل. النادي الاهلي هنا عاملها لك ثلاث سنوات، وحط لك كمان اضافه ليها انك هتكمل عدد من المبلغ من المبالغ اللي هتضيفها، وهتبقى كمان معاها اضافه ان تقدر تروح ماتش الترجي التونسي. اعلن النادي الاهلي عن اصدار بطاقه حضور الجماهير للمباريات اسمها اهلاوي افتخر، حتى اسم البطاقه يفرح، لمده ثلاث سنوات اعتبارا من موسم 2017 وحتى موسم 2020. وأوضح النادي أن هذه البطاقة الذكية تمكن راغبي حضور المباريات من حضور أي مباراة للنادي الأهلي بجمهور، ويتمتع حامل هذه البطاقة ببعض الامتيازات. وتعد هذه البطاقة هي المرحلة الثانية من النظام الإلكتروني لحضور المباريات، والذي تم تفعيله خلال الموسم الماضي وحقق نجاحا كبيرا. وشفنا حضراتكم ماتشات النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا اللي كان فيها جمهور، إزاي أدارت إدارة المباريات الصراحة للنادي الأهلي اللي بياخدها الأستاذ وليد مهدي أو كابتن وليد مهدي، وإزاي كان حضور المباريات في دوري أبطال أفريقيا أولا منسق بشكل كبير جدا، تاني حاجة أي حد بيحاول إنه يحصل على تذكرة بقى النادي عارف هو مين، لأنه بيسجل بيانات، وبناء على هذه البيانات بتخش ليه قاعدة بيانات إلكترونية، فبقى في عندك أرشيف لمين اللي بيروح الماتش، عشان لو حصل اي حاجه انت عارف كل بيانات من يحضر هذا اللقاء، زيك زي اي دوله اوروبيه متقدمه. هو ده النادي الاهلي في هذا الشان، هو ده النادي الاهلي اللي بيفرق عن باقي، ودايما بيبقى سباق عن اي من اللي حواليه. حتى اتحاد الكره حتى الان لم يفعل ولم يفعل موضوع الالكترونيه في انك ازاي تروح اي ماتش من الماتشات بالتنسيق الالكتروني واداره المباريات. ذكر الاهلي ان البطاقه معتمه من النادي الاهلي ووزاره الشباب والرياضه، وسيتم الحصول عليها من خلال موقع رسمي للنادي. يعني حضرتك بتروح تخش على الموقع الرسمي للنادي، تسجل بياناتك وبتدفع الرسوم، بتبقى حضرتك قادر على انك يكون عندك هذه البطاقه. واكد النادي الاهلي ان ثمن هذه البطاقه هو 44 جنيه لمدة ثلاث سنين، يعني شوفوا الديسكاونت أكتر من كده إيه، وهو ثمن مخفض تسهيلا على جماهير الأهلي الراغبة في حضور المباريات. كده النادي الأهلي ما بيتركتش فئة معينة، لا ده كده على الجميع، أي حد قادر من جمهور النادي الأهلي إن هو يدفع ال 44 جنيه عشان يحضر الماتشات لمدة ثلاث سنين. موضح ان هذا المبلغ تحصل عليه الشركات المنفذه لمشروع بطاقات الحضور فالكون وكليم وفاول، تقدر تحصل على تذكرتك بتدفع رسومك من خلال هذه الشركات فالكون وكليم وفاول. ويحصل حامل هذه البطاقه على تذكره لحضور لقاء الاهلي والترجي في دور الثمانيه الافريقي، والمقر له يوم 16 سبتمبر مقابل 16 جنيه يا بلاش. ليصبح اجمالي ثمن البطاقه بالاضافه الى تذكره حضور مباراه الترجي 60 جنيه. زي ما قلت لحضراتكم النهارده برضو في استاد الاهلي، يعني 60 جنيه دلوقتي انت بتدفعهم في ايه؟ اقل حاجه انت بتعملها انت لما تجيب كارت شحن ممكن تدفع فيه اكثر من 60 جنيه. وفيما يخص بعض الجماهير التي لا تجيد التعامل مع الكمبيوتر وتسهيلا عليهم،
تقرر إرسال مظروف يحتوي على صورة البطاقة بالإضافة إلى صورة شخصية ورقم تليفون على صندوق بريد النادي الأهلي. يعني حضرتك مش قادر تخش على قاعدة بيانات إلكترونية، حضرتك بتسلم صورة بطاقتك بالإضافة إلى صورة شخصية ورقم التليفون الشخصي لحضرتك على صندوق بريد النادي الأهلي. إيه هو صندوق بريد النادي الأهلي؟ عنوانه 3 شارع صالح سليم، الجزيرة، القاهرة. وتتولى إدارة المباريات بإصدار هذه البطاقة وتواصل مع الجمهور لاستلامها للتأكيد على إصدار البطاقة وكل بياناتها يتم داخل النادي الأهلي. هذا الكلام هيفعل من غدا، يعني من بكرة حضرتك تقدر تعمل هذا الشأن لحد يوم 5 في شهر سبتمبر المقبل. حضرتك تقدر تتواصل مع إدارة المباريات في النادي الأهلي وتسجل بياناتك وتستطيع الحصول على هذه التذكرة لمدة أو هذه البطاقة لمدة 3 سنوات. في حاجة بقى مهمة جدا وده الدور المجتمعي اللي هكمله لحضراتكم. وفيما يخص ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد تقرر استقراض بطاقة حضور الجماهير مجانا له بعد إرسال بيانات الطالب وإثبات الاحتياجات الخاصة في ظرف على صندوق بريد النادي الأهلي. ودي حاجة، ده الجانب المجتمع. النادي الأهلي له خدمات مع المجتمع وله خدمات مع أعضاء جمعيته العمومية وله خدمات مع جمهوره. هنا بقى ده الدور المجتمعي، ده حاجة بيتقال عليها السوشيال ريسبونسبيلتي. والنادي الأهلي دائما سباق في هذا الشأن في التواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. أنا مش هقول متحدي العاقة، هقول ذوي الاحتياجات الخاصة. وشفتوا حضراتكم مدى التفاعل ما بين الجهاز الفني وبين مجلس إدارة النادي الأهلي وبعض من المشجعين ذوي الاحتياجات الخاصة اللي دائما بيكونوا موجود في ماتشات النادي الأهلي، سواء فاينل كاس، سواء في دوري أبطال أفريقيا، سواء في ماتش في الدوري العام. وبيبقى فرحته ومتعته إن هو يروح ويكون، يعني أنا على ما أتذكر كنت بقدم استاد الأهلي وكان في أحد هؤلاء الجماهير كان اسمه رضا بالتحديد، وطلع في تقرير معانا قال أنا بحب النادي الأهلي وموجود عشان بحب النادي الأهلي. وكان ردنا إن النادي الأهلي بيحبك، وهو ده اللي بيثبت إن النادي الأهلي بيحبك. وده أقل حق ليه من النادي الأهلي ومن الدولة إنه يكون مردود ليهم. النادي الأهلي سباق في هذا الشأن، في الشأن المجتمعي، ومتحدي، أو بلاش أقول كده، هقول ذوي الاحتياجات الخاصة لهم كلمة، لهم كل الحق في إنه بيحضر ماتشات الأهلي مجانا، ولكن عليه إرسال. تاني هكرر هذا الموضوع، تقرر استخراج بطاقة حضور الجماهير لهم مجانا بعد إرسال بيانات الطالب وإثبات الاحتياج الخاص له في ظرف على صندوق بريد النادي الأهلي اللي هكرره لحضراتكم. عنوانه 3 شارع صالح سليم بالجزيرة بالقاهرة، وإدارة المباريات هتتولى التواصل معهم عشان يحصلوا على البطاقة أهلاوي وأفتخر مجانا. هكمل تاني مع حضراتكم، هتبدأ يوم من غدا وتستمر يوم 5 سبتمبر المقبل. و التذاكر متاحة للقاء الترجي هي 15,000 تذكرة، ويتم تسليم البطاقات لأعضاء النادي الأهلي من خلال منافس فوري بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد. أما بطاقات الجمهور فيتم تسليمها عبر منافس سوبر فوري بجميع محافظات الجمهورية. المرحلة الأولى هتبدأ يوم 12 سبتمبر المقبل، وفي النهاية يهيب النادي الأهلي بجمهوره الوقوف خلف الفكرة التي من شأنها حل مشكلة حضور المباريات. وده النادي الأهلي بيقدم للدولة حل. احنا عمالين نناشد برجوع الجمهور وعودة الجمهور، وبنسمع ان في ورش عمل وفي اجتماعات و من المسؤولين، وادي بنقدم لحضراتكم حل بسيط يهيئ لك ان الجمهور يرجع مرة تانية يملأ المدرجات عشان تكون الصورة مكتملة ويكون المنتج مكتمل، وهو منتج الدوري العام او بطوله كاس مصر بيكون مكتمل بوجود الجمهور من كل النواحي، ناحيه فنيه، ناحيه اداريه، ناحيه تسويقيه، من كل النواحي اكتمالها بوجود الجمهور. وادي النادي الاهلي بيقدم لك الحل لوجود الجمهور. نروح لشان اخر، وهو ان مروان محسن
طلع تصريح بيقول ان تعليمات الطبيب تمنعني من استعجال العوده للملاعب. مروان محسن مهاجم نادي الاهلي منتخب مصر اكد ان هو بيرفض استعجال في العوده للملاعب ويستمر في اداء برنامجه العلاجي حتى شهر اكتوبر المقبل اللي هيسافر فيه لالمانيا لمتابعه اشراف الخبير الالماني مايكل مايرو واللي اجرى له جراحه الرباط الصليبي. مروان محسن هفكر حضراتكم انه اصيب بالرباط الصليبي خلال مشاركته في مع المنتخب الوطني الاول في كاس الامم الافريقيه بالجابون وبيعمل البرنامج التاهيلي عشان يتاكد عودته. ومروان محسن اكد ان تركيزه حاليا انصب على كيفيه تنفيذ البرنامج العلاجي على افضل نحو امثل وفقا لتعليمات الطبيب الالماني وارفض الاستعجال في العوده، كما اني لا التفت للشائعات اللي بيطلقها البعض بين الحين والاخر حين وجود اصابه مزمنه. برضو عايز اقول لحضراتكم حاجه ودي بتبقى مش بمزاج اللعيب. مروان محسن بسم الله ما شاء الله صاحب قامه طويله. واصحاب القامات الطويله بالذات في موضوع رباط الصليبي هو انا هقولها لكم كده بوصف سهل. الركبة وأسفل الظهر هما أكتر مكانين بيبقى عليهم وزن اللعب أو الشخص في المطلق الشخص واللعب. فمروان محسن عشان قامته طويلة إلى حد ما فالضغط على الركب وأسفل الظهر بيبقى كبير جدا أكتر من لاعب ممكن يكون قامته قصيرة. فعشان يلتحم القطع اللي في رباط الصليبي ويعود طبيعيا كما سبق بيكون الى حد ما مدى الاستشفاء او الريكفري بياخد وقت الى حد ما اطول من ريكفري لاعب ممكن يكون قامته قصيره فيكون الوضع العضلي والتشريح العضلي بتاعه بيبقى اقصر الى حد ما فالالتئام بيكون اسرع. فده حاجه من الحاجات اللي بوضحها لحضراتكم عشان كده الجهاز الفني مع الجهاز الطبي متأني في عودة مروان محسن عشان يكون جاهز بشكل كبير جدا في حالة عودته لصفوف النادي الأهلي من جديد. كابتن سيد عبد الحفيظ بيعود من ألمانيا وكان كابتن سيد عبد الحفيظ سافر لألمانيا عقب تتويج الفريق ببطولة كأس مصر على حساب المصري البورسعيدي وده من اجل اجراء الكشف الطبي على ركبته لشعوره ببعض الالام. الف سلامه كابتن سيد عبد الحفيظ من الجنود اللي كان لهم دور كبير جدا في الجهاز الفني الفتره اللي فاتت. كابتن سيد شعله نشاط ما شاء الله اداري على اعلى مستوى. هو طبعا من ناحيه كلاعب كوره كابتن سيد عبد الحفيظ هو فيجو الكوره المصريه يعني كان له ستايل خاص بيه هو شخصيا. وجاء في فتره فيها نجوم كبار في الكوره المصريه في التسعينات في هذا المركز ولكن بموهبته فرض نفسه. هو ايضا موهوب من الناحيه الاداريه. شعله نشاط محبوب بين اللعيبه محبوب بين وسائل الاعلام فما شاء الله هذا الحب الكبير والاخلاص والتفاني في العمل بيبقى باين ثماره ان النادي الاهلي تاني سنه على التوالي بياخد الدوري العام وياخد كاس مصر طبعا نادي كابتن سيد عبد الحفيظ بقى وسيد معوض وبيلعبوا فولي بول ومعاهم اعتقد كابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى اعتقد ده محمد ابو العيلة برضو اخصائي التاهيل. فالموهبه ما تروحش مهما يتقدم الزمن موهبه ما بتروحش والف الف سلامه وتعود كده تاني شعله نشاط اكبر كابتن سيد عبد الحفيظ النادي الاهلي يعني بيعتمد عليه اعتماد كبير جدا من الناحيه الاداريه. هروح بيكم للدوري الانجليزي الممتاز البريميرشيب الاسبوع الثاني وهروح لوين روني. ووين روني يفرض التعادل على ما بين ايفرتون ومانشستر سيتي في ملعب الاتحاد ملعب مانشستر سيتي على ارض وسط جماهيره ومع جراديولا. صراحه هذا اللقاء كان فيه حاجات مثيره فيها حاله طرد لكالين ووكر الظهير الايمن الجديد ودي جوزي مورينيو بيحضر هذا اللقاء. طبعا طلعت بعض الكوميكس ان جوزي مورينيو وادي اليك فيرسون الاسطوره. مانشستر سيتي مع جراديولا حاجه ثانيه. وايضا رونالد كومان مع
ايفرتون حاجه ثانيه، والاثنين كانوا في جهاز واحد تحت قياده لوي فان خال مدير الفني الهولندي، واحد من العظماء في التدريب، وكان بيدرب برشلونه في هذا الوقت، كان اخر التسعينات، وكان الجهاز الفني الثلاثه اللي شفتوهم في الصور رونالد كومان، جراديولا، وجوزي مورينيو اللي قاعد في المدرجات. ادي صوره ديفيد سيلفا اللي حرق شعره، وكان اللقاء بيشهد تسجيل روني للهدف رقم 200 له في الدوري الانجليزي الممتاز. الصراحه وين روني موهبه كبيره جدا، ومفيش لعيب انجليزي صراحه يعني بهذه الامكانيات الفرديه والبدنيه اللي بتلخص لك ايه هو روني. هو روني لعيب حريف ولعيب قوي الاثنين مع بعض، وده ما بيبقاش في اللعيبه الانجليز كتير يعني. ف روني كان عليه ضغوطات كبيره جدا في مانشستر يونايتد، لانه كان يريد ان يشارك اساسيا، وده حق من حقوقه ان هو لعيب كبير. ادي صوره وين روني بعد احراز الهدف الثاني له، هدف الاولاني في ستوك سيتي والهدف الثاني له. ووين روني في الهدف الثاني ادالك كل مميزات اللعيب الكبير. كره جايه عرضيه من ناحيه اليمين، وين روني قابلها بشماله اللي هي الرجل الصح في المكان الصح، ودخلت هدف، الهدف الاولاني لمانشستر لايفرتون على مانشستر سيتي. وهنا بقى جراديولا وهو مطرود منه لعيب، وانه ما غيرش في سيستم اللعب، الاستحواذ والوصول للمرمى. صراحه مانشستر سيتي ضيع كتير جدا، وكون اجويرو ضيع اهداف بالجمله في هذا اللقاء، حتى تمكن رحيم ستيرلينج انه يتعادل في وقت الصراحه برضه صعب جدا في الدقيقه 88، يعني في الدقيقة 82 عفوا، وكان نادي ايفرتون لم يطرد له اللاعب مورجان شنايدرلين اللي انتقل له من مانشستر يونايتد. وجود سير اليكس وهو قائم باللجنة الفنية في الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، هو اللي ماسك اللجنة الفنية، وعشان كده هتلاقي اللجنة الفنية في الاتحاد الاوروبي دلوقتي لها ضوابط قاسية جدا، ولكن هي بترتقي بالتدريب والمدربين والانديه في مستوى كره القدم. ووجود مورينيو بيبين لك ان الماتش ده مش ماتش عادي. وصراحه رونالد كومان بيقتنص نقطه ثمينه جدا من ارض جراديولا في ملعب الاتحاد امام السيتي وسيتيزن على ملعبهم. جراديولا عمل حاله لمانشستر سيتي، ابتدى يبقى فيه حتى نسبه حضور لمشجعي مانشستر سيتي اكبر، وابتدت كرة مانشستر سيتي تبقى أفضل جمالا. جراديولا له فلسفة الاستحواذ والكرة الجميلة وفاصل كتير والوصول إلى المرمى، وهو حتى الآن يستمر في تطبيق فلسفته مع الانتدابات الجديدة دانييلو وكايل ووركر، وأيضا اللاعب ميندي في الجانب الأيسر. وحتى الآن في كلام أن ممكن أن هم يجيبوا اللاعب أليكسيس سانشيز نجم نادي الأرسنال، وفي كلام على موضوع الشرط الجزائي لميسي. ولكن هرجع تاني ليه هذا اللقاء اللي عنوانه هذا اللاعب اللي حضراتكم شايفينه الأسطورة وين روني، يصل إلى 200 هدف وهو في المركز الثاني في حساب الهدافين بعد اللاعب النجم الكبير ألان شيرر حسام حسن الكرة الإنجليزية. ده كان اخر خبر معايا النهارده، حتى القاكم تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.